الطلاب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد. نحن بصدد يعني شرح مقرر التحكم الآلي في الشابتر الثاني Block Diagram Reduction Technique and Signal Flow Graph، وبالتحديد نحن نناقش العنصر الثاني من هذا الشابتر Signal Flow Graph، ونواصل مع الترمينولوجي. نواصل إذن Non-Touching Loop أو الحلقات الغير متماسة، loop with non-command node، يعني عندي هذه الحلقة مثلا وهذه الحلقة تعتبر touching loop لأنها متشاركة في نقطتين، عندي هذه الحلقة وهذه الحلقة يعني حتى ولو نقطة واحدة تعتبر touching loop. وأما بالنسبة للnon-touching loop يعني هي حلقة أو حلقتين أو أكثر تكون يعني لا اشتراك بينها. example في هذا الرسم L1 and L2، L1 هذا اللوب والL2 هذا اللوب الثاني، يعني تعتبر touching loop. مثلا هذا اللوب الأول L1 وهذا اللوب L3 تعتبر non-touching loop. بعدين input node يعني هي input الدخل، node having only outgoing branches، يعني مثلا هذا node X1 يعني عنده outgoing واحد بس، سهم بس طالع، ويعتبر هنا input node. الـ output node هو عموما يكون النود الأخير، يعني النود الذي تدخل له كل البرانشز. ثم الـ mixed node يعني هو النود المشترك، يعني has both incoming and outgoing branch. مثلا هذا النود يعتبر يعني mixed node لأنه عنده يعني incoming and outcoming. بالنسبة لهذا الرسم نذكر يعني بعجالة، L1 الجين حقه هو A times C، L2 الجين حقه هو F، والL3 الجين حقه هو D times E. L سواء كان L3 أو L2 أو L1 سموها loop gain. Signal flow graph from block diagram. Signal flow graph from block diagram. يعني how to get the signal flow graph from a given block diagram. مثلا عندي هذا البلوك diagram البسيط، يعني المكافئ له في signal flow graph هو هذا السيجنال. ال R input عندي R input وال C output وال gain path G of S هي يعني تعتبر في بلوك، يعني بلوك يصبح زي سهم. هذا مثلا يعني عندي summing point يصبح input، هنا ال output هي ال C، ثم ال G of S تصبح ال gain path G of S، وال feedback H of S هي H of S في هذا المسار H of S. هنا عندي ماينس لأنه بكل بساطة في السامينج بوينت هذا عندي ماينس، وبالتالي قيمة البرانش أو قيمة البرانش باث هذا تصبح ماينس H of S. نفس الشيء بالنسبة لهذا البلوك دياجرام، عندي سامينج بوينت يصبح input، output C of S يصبح هو النود الأخير، ثم عندي سامينج بوينت يصبح نود، ويعني اللوب الباث ولا الفيدباك H of S مع إشارة السالب تصبح minus H S، ثم ال G1 تصبح هنا G1 و G2 of S هي G2 of S. نفس الشيء بالنسبة لهذا البلوك ديجرام، يعني يمكن أن نعطيه في شكل signal flow graph. هنا signal flow graph from block diagram، يعني إذا كان عندي يعني بصورة عامة block diagram reduction how to get its signal flow graph، بسيط جدا. عندي كل summing point يعني ينزل في شكل node، هذا summing point ينزل في شكل node، هذا peak of point أو يعني measuring point ينزل في شكل node، ثم هذا summing point يصبح هذا node، والنود output أو يعني الـ peak of point الأخيرة ينزل نفس الشيء في شكل نود. وبعدها نكمل ما يجب إكماله، عندي هنا الـ R تدخل gain input 1، ثم عندي بين السامينج هذا والسامينج هذا يعني عندي gain equal to 1،
بين السامينج هذا السامينج بوينت هذا والبيك اوف بوينت هذا عندي جين جي 1. بين البوينت هذا او البيك اوف بوينت هذا والبيك اوف بوينت هذا اللي هو هذا بالتحديد يعني عندي جي 2. ثم عندي بين البيك اوف بوينت هذا والسامينج بوينت عندي 1 ما في شيء يعني 1. وبين البيك اوف بوينت السامينج بوينت هذا والنود الاخيره عندي جي 4 كما هو مبين هنا في هذا الرسم. عندي هنا الفيدباك الاجمالي ماينس 1 ها ماينس 1 الماينس هي بكل بساطه تاتي من اشاره السامينج. ثم عندي هنا الماينس اتش 2 هذا هو الماينس اتش 2 ومعه يعني اشاره السالب هنا. وبالنسبه لهذا المسار يصبح جي 3 هنا ناقصه جي 3 هنا في هذا المستوى. ثم في الاخير يعني عندي الاوتبوت سي والانبوت ار. بعدها سنناقش how to get the transfer function C of S تقسيم R of S using Mason rule. هذا ما سنناقشه في الشرائح المقبلة إن شاء الله. Thank you very much for your attention.